واجب إخبار الطفل بما عليه فعله وما ليس عليه فعله إلى حاجة أبوية كالسيطرة والهيمنة، فخطورة ذلك أن هوية لعب دور الوالد تستمر مدة طويلة حتى بعد زوال الحاجة إليها، فلا يستطيع الوالدان التخلي عن حاجتهما إلى حاجة أبنائهما لهما. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لبس عليكم، نتمنى تكونوا في احسن حال. كما تنقول لكم دائما، اليوم خير من البارح. اليوم فيديو جديد، والفيديو ديالنا اليوم كيهضر على دور الرجل في المجتمع وفي الاسره وفي تشكيل الابناء ديالو. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا اليوم، ما تنساوش تبارطاجيو وتشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا. وعلى بركه الله نبداو موضوعنا. وكثيرا ما كنسمعوا على دور المراه في المجتمع وانها تمثل نصف المجتمع وكيف لها دور أساسي في إدارته، وفي كفة أخرى من ميزان المجتمع كذلك أقوى العديدة اللي كتحمل أسهم الاتهام لها وكتنص على أن على قصورها في أداء واجباتها البيتية، هذا عندما خرجت من البيت للعمل. وحنا اليوم ما غاديش نخوضوا في موضوع المرأة، يعني نهضروا عليها ولا الدور ديالها الحقيقي، لكن لأن كثير من الأقلام عبرت عنه بكل اللغات وفي مختلف الجوانب. إنما الموضوع اللي بغينا نهضروا عليه هو الرقي والتقدم الذي احنا بصدده ما وضع الغبار وضباب الجهل على دور الرجل، فصار باهتا شاحب الملامح لا يمكن أن يراه بعض الرجال. ومن هذا المنطلق خوتي خواتاتي، يمكننا القول بأن بعض الرجال تمكنوا من أداء دورهم في الحياة كآباء وإخوة وأزواج، عرفوا ما هي الأسرة وحقوقها وواجباتها، وكذلك تفننوا في أدائها وحل المشكلات اللي كتتعرض طريقهم في منعطفات الحياة، وكيتقنوا جميع الأدوار مع الأبناء والزوجات كذلك. فمرة كنشوفهم آباء ومرة أخرى أصدقاء يستمعون لهم وما يطرأ عليهم من تغييرات في مراحل حياتهم المختلفة، وكذلك مع زوجتهم. وهكا عاشوا مع الأسر ديالهم في كل قالب من قوالب الحياة بحب وتفاهم، وهذه المواقف نشأت بينهم الاحترام والحب والحقوق، فتعانقت الألفة بينهم. ومن زوج كذلك أن هذه القوالب كانت سببا فعالا في إزالة الحواجز الأسرية وحصانة الأبناء من الانحراف. يقال إن الأبناء جزء لا يتجزأ من الآباء، والآباء هم من يقومون بتشكيلة أبنائهم لأنهم عجينة طرية يمكن تشكيلها قبل أن تتصلب. لهذا كنقول لأي أب، اختار القالب المناسب لصقل شخصية ابنك أو ابنتك، فليس كل الرجال يختارون القوالب الصحيحة، والكل يرى الأمور من منظور مختلف. فهناك من غرته بهرجة الغرب وبريق حضارتهم، ومنه كيتغير جو المنزل إلى أجواء لندنية، ومنهم من بقى متمسك بلغته ودينه وحافظ على الطابع ديالو في بيته. ولكن في كفة أخرى من ميزان الرجال، هناك بالصح من أهمل دوره الحقيقي في المجتمع الصغير قبل الكفير، وصار يركض وراء القشور، قشور وبريق ما كان يظنه من التقدم والرقي المزعوم والمنتشل كذلك من أحضان الغرب، وصار على نهجه ولد يجوره يحتضنه من كل صوب واتجاه. وكانت ثمار هذا النهج هو إهمال الأسرة وضياع الأبناء وصبهم في قوالب غير المرتجى منها الخير، وكانت سوء التربية والانحراف. وفوق هذا كله كان تجاهل احتياجات الأسرة بالدرجة الأولى، سواء إذا كانت مادية أو لا معنوية، في حين أن كانت ليس لديهم الوقت الكافي للجلوس مع الأبناء أو نصحهم وإرشادهم،
ونسوا بان الكثير ومشي كل شيء كيمشي على هواه انه محتاج لهدايه من انسان رشيد. وكذلك هناك من كان يبحث عن خليله يتسامر معها ويهجر اسرته. يبتسمون خارج البيت كالحمل الوديع ويشتعلون نارا الغضب على الاهل، وهذه نماذج كاينه وكاينه بزاف في مجتمعنا. ومن بعد كيبدا يتساءل لما كل هذا التفكك والضياع. وكذلك نتائج هذا الايمان كتبرز في اختفاء العادات والتقاليد من البيوت، وبزاف الاسر ظن منهم ان هذا من التخلف والرجعيه. وكاينين بزاف كثير من الابناء ما كيعرفوا من الدين الا القشور. كيتضح لنا ان بعض الرجال كيلقون كل المسؤوليه على عاتق المرأة بدون وجه حق، متجاهلين شيئا مهما وهو أن الأبناء في حاجة إلى طرفين، في حاجة إلى كلمة طيبة، في حاجة إلى ابتسامة مشرقة، ولكنهم لا يولون أبنائهم الاهتمام ولا توجد أي متابع، وكذلك لا يعلمون أي نهج يسرون عليه في حياتهم، واش هو درب صافي أو يعتريه الضياع والحيرة، ولا ينظرون إلى أمور نظرة بعيدة مستقبلية. وإذا انحرف الأبناء قالوا المرأة هي السبب، ويرمونها بأسهم الاتهام والقصور في التربية السليمة. الحق وكل الحق أيها السادة الرجال أن البيت والحياة الزوجية هذا المجتمع الصغير لا يبنى إلا على أساس قوي ومتين، وهو لبنة من التفاهم، أضف إليها ماء صافيا نقيا من النوايا السليمة والمحبة كي ينمو ثمارا طيبا حلو المذاق يسر الناظرين من الأهل والأصدقاء. دون أن ننسى إخواني أخواتي أن الحياة الزوجية شركة قسمها الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى، وجعل كل جزء يكمل الآخر كي تقوى أواصر المحبة. ونختمها بقول رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شكرا لكم إخواني أخواتي على الاستماع، وأتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم ونستفدوا منه كيفاش نكون مع أبنائنا وكيفاش نتشكلهم تشكيلة صالحة ونوضعهم في القوالب الصحيحة اللي تنفعهم مستقبلا في حياتهم. شكرا لكم، ونتلقوا فيديو اخر جديد. ما تنساوش تبارطاجيو وتشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا من الجديد ديالنا. مع السلامه خوتي خواتاتي.